ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المشردين عن الأوطان. سادتي ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس. الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء، حر قلبي لسادة أزكيائي في الطوامير خلدوا، أعواما قتلوهم وما رعوا لرسول الله إلا أن في آله وذماما، ما كفى قتل الوصي وشبليه وأبنائهم إماما إماما، والتعدي على الميامين حتى لم تغادر من تابعيهم هماما، ورميت عليا رزايا، أرتنا بأبيه تلك الرزايا جساما، بأبي من بكى علي المعادي والموالي له بكاء الأياما. بأبي من بكى علي جبريل حزنا في السماوات مأتما، قد أقام يا حمى الدين، إن فقدك أورى في حشى الدين جذوتين وضراما. ومن المؤمنين أسهر طرفين، ومن الكاشحين طرفين، أنا ما لا مقام لأهل يثرب فيها، يوم أبكيت يثربين
والمقامة. نعم رسول الله يبكي هذا اليوم، الزهراء تبكي في هذا اليوم، بعض عندي بالمدينة، بعضها موبل برور، بعض ما حصل وموارا، بعض ما حصل وقبو، كم جسد بالطف عاري وراسنا بخط يدور، كم طفل مرميب كتر حسين دامي، وكم شباب بعض راحوا بالمباني، بعض راحوا بالسجون، والذي بالبر هاموا للوطن ما يرجعوا، والقضاء بالسم غيله يا خلق ما ينحصون، والذين ذبحوا تضل أجسادهم فوق التراب، ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتيسير الأمور، نوروا مجلسنا هذا بذكر محمد وآل محمد. من المواضيع العامة في أهل البيت عليهم السلام هي مسألة التوسل. هاي القضية لا أريد أن أدخل في استدلالاتها وفي نعم معناها، وإنما أريد أن أطرح نعم قضية أن مسألة التوسل من الأمور أعتقد يعني الواضحة والبديهية على المستوى العقلائي، مع غض النظر أيضا عن المستوى الديني والشرعي. والإسلام لا يأتي نعم بقضايا مخالفة لماذا؟ للعقل والعقلاء. الآن لا أريد أن أدخل في الاستدلالات، ولذلك هناك شيء اسمه بناء العقلاء. الشريعة الإسلامية ما تأتي بشيء سيما قضية أساسية نعم فيها ماذا؟ فيها شيء يخالف الأمر العقلائي. ولذلك التوسل واتخاذ نعم شيء وسيلة إلى الله أمر عقلائي تماما، كما الإنسان بعض الأحيان يأخذ الصلاة وسيلة إلى الله، يأخذ مثلا الصوم وسيلة إلى الله، يأخذ ولي من الأولياء أيضا وسيلة شنو إلى الله.
ولذلك هي قضية بديهية. أساسا أنت لو أتيت ومسكت هذا الإنسان الذي يقول نعم بأن التوسل شرك، وعلى فكرة يعني ترى مو كل المسلمين يقولون أنه شرك، لا أساسا الروايات واضحة. نعم بالذات فئة الوهابية الذين نعم يحقدون على الإسلام، هؤلاء وصفوا بأن التوسل شنو؟ شرك. وهي حقيقة ترى قلت لك بديهية. أنت امسك هذا الإنسان اللي يقول نعم شرك، صدق بالله عملا هو يطبق هذا، كيف يطبق؟ يطبقه. قل له أنت تعال، خل نفترض الآن، اترك الآن الرسول وأهل البيت الجانب الإلهي، أنت خذ إنسان مسؤول عنده شركة، شركة وهو الكل في الكل في هذه الشركة، هو الكل في الكل في هذه الشركة، وشركة فيها 100-200 نفر افترض، موظفين عاملين مدراء، لكن زيد من الناس هذا شنو على رأس الهرم في هذه الشركة، وعنده أولاد وعنده كذا، وانت نعم تريد قضية من هذا المدير اللي هو الكل في الكل في الشركة، تبغى قضية من عنده، وهذه القضية تريد أن ينفذها لك. ولنفترض أن بينك وبينه مشكلة معينة، قضية الآن قضية مادية، قضية أي شيء تصوره أنت، قضية معينة بينك وبين هالمدير، تقول أنا لين رحت إلى المدير مباشرة بيطردني، يمكن ما بيسمع كلامي لأن عندي نعم حواجز بيني وبينه. زين أخو قد يسمع وقد شنو وقد ما يسمع، أنت هالقد والاحتمال تبغى تباعدها وتبغى نعم يكون هاي القضية تطبق تنفذ، تقول أنا خل أروح لفلان من الناس. ليش؟ لأن فلان من الناس مقدر عند المدير، محترم عند المدير، إليه وجاهه، إليه سمعة، ويسمع وينفذ شنو أقواله. إذا أنا رحت إلى زيد من الناس وقلت له والله يا فلان أنا عندي هالطلب، أبغى المدير يسوي لي هالشغلة هذه، وأنا بيني وبينه شوي موقف وكذا أخاف ما، بس أنت شنو ما يرد لك طلب، تقول سمعان وطاع على هالخشم. فأنت جعلت هذا الإنسان وسيلة بينك وبين شنو؟ المدير، وسيلة. زين هل هذا في شيء؟ هذا العقلاء ما يقولون به؟ هذا نفس المعنى طبقه على ماذا؟ طبقه نعم على القضية الدينية، أمر عقلائي. يعني يا أخي أنت تبغى بينك وبين الله عندك حوائج، عندك أمور، عندك قضايا تبغى أنت الله عز وجل تطلبها من الله، لكن أنت كإنسان عابد تقول إيش قد أخطاء بيني وبين الله، وإيش قد أنا مقصر، وإيش قد أنا صليت قضاء، وإيش قد اغتبت، وإيش قد كذبت، وإيش قد أوه علي جبل من الذنوب. فأنا أبغي الإنسان اللي نعم أتوجه إليه وأقول له يا فلان ها الآن اترك منه الإنسان هذا، الآن نجيب بس رواية واحدة إن شاء الله كشاهد، تروح إلى هالإنسان تقول له يا فلان نعم أطلب منك أن تطلب من الله مثلا، أو أنه يا إلهي بحق من؟ بحق فلان من الناس أن تقضي حاجتي. وأنا المشكلة يعني أي شرك في هذا؟ أنا هاي الغريب يعني. ولذلك يا أخوان الذي نعم ترى كل المسلمين يؤمنون بهذه الطريقة، لكن هؤلاء فئة قلت لك نعم من الوهابية
لعدم درايتهم بالأمور العقائدية حاولوا نعم أن يقولوا أن هذا شنو شرك وأن هذا ليس من الإسلام. أنا فقط أجيب هذه الرواية، هذا الرواية يذكرها الشيخ الكليني، رواية صحيحة، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي داود عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام إمام الباقر، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله. إن شاء الله هذه الرواية أنت تروح البيت تطبقها، هاي كلش أنا عندي كتيب بس ما طبعتها، موجودة أيضا في هذه الرواية، أسميته حتى اسمه نسيته لأنه صار لي سنتين وكاتبنا وما طبعته للحين. المهم يعني كيف شلون الطريقة اللي أنت تزيد رزقك، عوامل زيادة الرزق، بلي ذكر عوامل زيادة الرزق، شلون الإنسان يزيد رزقه؟ ساعات واحد يقول يحتاج 1000 دينار حتى يتاجر بها فبتزيد، بس أكو أيضا وسائل معنوية. شوف هذه الرواية: يا رسول الله إني ذو عيال، عند عيال واجد أولاد بعد، وعلي دين وقد اشتدت حالي، فعلمني دعاء أدعو الله عز وجل به ليرزقني ما أقضي به شنو ديني، وأستعين به على عيالي. عند عيال كثيرين والحالة صعبة والأموال قليلة، أبغي فد دعاء اتعلمني يا حتى الله شنو يرزقني وسع علي. فقال رسول الله: يا عبد الله، توضأ وأسبغ وضوءك. شوف الإمام الرسول علم، لست في صدد شرح الحديث وهو واضح، بس ليش قال لي توضأ وأسبغ شنو وضوءك؟ ها يعني يريد النبي يقول لك أحسن الوضوء، خلي شوي يصير عندك شنو توجه وانت تتوضأ، ان انت ليش جاي اساسا، وهذا الوضوء يكون فيه نوع من التوجه. ثم صلي ركعتين، اقرا فيهم اي شنو اللي تبغى اقرا، الحمد سوره، صلي ركعتين لكن تتم الركوع والسجود، تتم الركوع مو كذي تحط راسك وتشيله، لا تتم الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد، يعني ها زين. ثم قل، هني محل الشاهد: يا ماجد، يا واحد، يا كريم، يا داعٍ، أتوجه إليك، يعني إلى الله. شوف مباشرة أنت رحت وين؟ الدعاء إلى الله، لكن شوف القسم وين؟ أتوجه، هذا إلى الرسول قاعد يعلم ذلك المؤمن. ثم قل يا محمد، يعني هالنوب مرة أقول يا الله أتوجه وأتوسل، نعم ها بك، نعم إليك بمن؟ بمحمد. ومرة الخطاب لا، أخاطب النبي أقول له يا محمد، يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله. هذا هو التوسل، مو أكثر من هذا خوف، إلى الله ربك وربي ورب كل شيء، أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك، وفتحا يسيرا ورزقا واسعا، ألم به شعثي وأقضي به ديني، وأستعين به على عيالي. الكافي الجزء الثاني صفحة 542 الحديث السادس. الرواية واضحة أنه مر، نعم أتوجه إلى الله وأخاطب الله أتوجه إليك بمحمد، ومر لا يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله.
والخطاب لطيف طالع بك إلى الله ربي وربك أو ربك وربي ورب كل شيء. ولذلك هذا عشرات ترى موجود عدة روايات في هذا المقام. ولذلك قسم كبير أيها الأحبة من أهل العامة ما نكروا التوسل لكن توقفوا في وين؟ أيضا قسم موجود توقفوا بعد الممات، أن إذا مات الرسول ومات نعم الولي الصالح هل أنا أقدر بعد أتوسل به؟ لو ما أقدر هذا محل الكلام أيضا. ولذلك نعم أيضا قسم كبير أقول لك من أهل العامة قالوا ممكن. ولذلك أنت تلاحظ تشوف أهل مصر وأهل ما أدري وين إذا يروحون يخاطبون النبي لا ما يخاطبونه، خاطبون النبي قضية بديهية. حتى أنه البعض يقول له أنت شلون تكلم ميت مثلا، يخاطبه يقول له شنو ميت أنت تتنادي يقول السلام عليك يا رسول الله، شلون تسلم على إنسان ميت ما يسمع؟ إذن هو يسمع مع غض النظر نعم عن الاستدلال قلت لك والروايات والزيارات الواردة عن الأئمة تؤكد هذا. ها ولذلك نحن قناعتنا أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نعم يسمعوننا ويردوا سلامنا وتحياتنا مما لا إشكال فيه ويرون ماذا مقامنا. أنا أجيب لك بس شاهد بسيط في قضاء الحوائج، وإحنا اليوم نعم بذكرى الإمام الرضا سلام الله عليه، وأنا أعتقد أنه اليوم بحسب التواصل الاجتماعي نعم قد وصلت يمكن إلى بعض الأخوة هذه الكرامة ينقلها الشيخ علي الكوراني. أنا عندي بعض الكرامات عن الإمام الرضا، أتذكر في التسعينات حدثت كرامة لطيفة إلى نعم أحد العلماء، لكن أحببت أن أذكر هذه الكرامة أيضا، وهو أنه الشيخ علي الكوراني يذكر أنه أحد الأخوة الكويتيين كويتي يقول موجود هو بعد، حتى أن بعض الأخوة قعدوا وياه وكذا، لا موجود موجود بالكويت حاليا يعني، بس هو ما ذكر اسمه نعم خوفا عليه، وإن كان الناس فهمت وأنه بعض أهله. وأبوه طبعا إمام جماعة من الوهابية أيضا، إمام جماعة. هذا عنده ولد واحد عمره 12 سنة الله ما رزق غيره بعد، وكان في أمريكا يدرس، اكتشف أن ولده مصاب أجار الله المؤمنين والمؤمنات بمرض السرطان المستجار بالله، وأن هذا المرض قد انتشر في جميع بدنه، تقرير بروفيسورات وكذا، المهم النتيجة أن هذا ولدك لن يعيش أكثر من 3 أشهر، أن هذا الآن في عداد الموتى، مني منك هاي النتيجة. قالوا لي ليش ما تروح نعم لندن، لندن أكو بروفيسور لعله شنو نعم يعطيك علاج شيء. راح إلى لندن، النتيجة واحدة. أشاروا عليه في بلجيكا أكو بروفيسور أيضا عظيم كبير، وراح بلجيكا، 3 دول راح تنقل، النتيجة واحدة أن هذا نعم في عداد الموتى، ما إلى علاج نعم 3 أشهر أقل هذا خلاص ينتهي. رجع الكويت وما عنده له حزنان. المهم أهل المنطقة هم عرفوا، وإذا هذه جارتهم في الكويت طبعا شيعية التفتت إلى زوجته قالت له أنتوا الآن ولدكم رايح وأنتوا رحتوا إلى كبار الأطباء في أمريكا وما أدري أين، ليش ما تجربون؟ أخذي ولدك أنت ما بيضرش، أخذي ولدك إلى علي بن موسى الرضا إمام الرضا، أخذيه لهناك وطلبوا. هذه خب قالت شلون أقول لزوجي، زوجي مجرد أنا أقول له كذي قال شنو هذا شرك، لأنه هو نفس التبع الوهابية، شرك هذا شلون أنا أصطف وصل الشيعة يعني شلون نؤمن؟ أنت الآن وقعت في مشكلة،
هم أشارت على قالت لا تقولين إلا أنتين بتروحين لعلي بن موسى الرضا، قولي بنروح إيران نودي مستشفيات نجرب. الله مني منا قال لها شو وديش أنا إيران، إحنا أمريكا ما قدرنا، إيران مهما كان إيران أقل مستوى يعني من الغرب من أمريكا ومن بريطانيا. ثم ما يضرك خلي الروح، قول المهم أنه راح وصل طهران. السفارة الكويتية طبعا هذا مسجل بصوته هذا الشخص، محل الشاهد يقول وصلنا، وهم بعد السفارة يساعدون عادة هناك مو مثل سفاراتنا احنا ما يدرون عنه، هناك ساعدوا يدوروا له المستشفى وقالوا له هاي المستشفى. من وصل طهران راح المستشفى عطوا تقرير نعم بالفارسي، قال لهم انا ما هو فارسي انجليزي، هم عطوا تقرير وعطوا ادوية. رجع السفارة عطوا مستشفى ثاني، راح المستشفى الثاني والحال نفس الشيء، بس هم طالعين هني الحدث الآن يكون نلتفت إليه، وهم طالعين وإذا بامرأة شوي تعرف عربي جت إلى الصبي إلى الولد 12 سنة عمره، قالت له أنت مريض؟ إيه يمكن حالة يعني تعرف يا سرطان يبين شكله يعني، وطالعهم من المستشفى أكيد مريض. أنت مريض؟ نعم. بس النكتة هنا، قالت له شفاءك عند علي بن موسى الرضا. هذا ركض إلى أمه قال أمه تعالي شوفي هاي شنو تقول، هذا هم ولد صغير، ها شنو تقول؟ قال تقول نعم شفاي على علي بن موسى الرضا، خاف هاي دكتور زين. هي تفهم والأبو يدري. وإذا الأبو قال شنو هذا الشرك بعيونه، أنا قايل إنش بلد الشرك هني، شلون علي بن رجل هذا ميت من 1300 سنة. من هنا وهناك راحوا إلى الفندق وظلت تحن وتئن، يا فلان إحنا واصلين هني ما يضرنا هذا خلنا نروح. خضع إلى قولها راح. لما دخل يقول أنا شفت مسجد كبير والله ناس داخلة وناس طالعة رجال نساء، طبعا مو أنا وأنت حتى بنتوجه إلى الضريح، هذا الآن هو كذا. ها بعد أكو كلمة قالها، يقول أنا مفهم المرأة ومفهم الولد أيضا. قلت له لا تقولون ترى إحنا سنة، شوف العقل الوهابي شلون يزرعون في الناس، لأن إذا عرفوا أن إحنا سنة ذولا بقتلونا بسموموننا ترى، ولذلك لا تقولون لهم. المهم راح يقول شفت سيد يقرأ، قعد وإذا موضوعهم لطيف عن الدعاء نعم وعن المناجات، يقول عجبني هم حديثة. خلص يقول هم قاعدين احنا في حيرة ما ندري شنو نسوي، بينما نحن كذلك يقول وإذا بسيد قد أقبل علينا سلم، رديت عليه السلام مباشرة قال ابنك مريض؟ قلت له ايه والله ابني مريض. قال خب ادعو الله عز وجل. قال انا من زمان قاعد ادعو الله، بس هو هذا الآن الولد بينقضي بروح ما عندي إلا هو. قال زين ادعو وتوسل بهذا الإمام، إمام علي بن موسى الرضا. قال شوف طريقتكم أنتوا كيف تتوسلون؟ قال له تبغى كيف نتوسل نحن؟ قال له نعم. قال له أطلع الآن روح اشتر حبال طولة مترين واشتر قفل. راح قال له حين أروح اشتر حبال طولة مترين واشتر قفل. قال له هذا الحبال وهذا القفل شا سوي؟ قال له نعم روح عند باب المراد، معروف باب المراد هذا يا مناس نعم انقضت حوائجهم. أعوذ بالله بين قوسين أنا من الأشخاص الذين نعم قضيت حاجة صعبة ببركة الإمام الرضا سلام الله عليه، كانت صعبة شبه مستحيلة يعني. المهم راح هذا قال له القفل هناك قفل، حط القفل والمفتاح خشه في جيبك لا تعطي أحد، وأما الحبال أربط ابنك نعم من اليوم العصر إلى الليل، أربط طرف الحبال في الضريح في الشباك وطرف في إيده وخله يقعد. يقول هم رحنا اشترينا بطانيات اشترينا فراشات وجينا والله وسوينا الحركة، قعدنا بالليل قبل نصف قبل الفجر قعد الولد قال ماما أنا أبغى أروح داخل أوديك داخل سمعا وطاعة. يقول رحنا هم داخل وهم قعدنا قال هم أبغى أنام، هم نام على ماذا؟ نعم في حجر أمه
12 سنة ولا نام، هم يقول قعد ويا الصلاة، قعدنا هم صلينا وكل شيء، يقول رحنا الفندق، هم قال أبغى أنام، يقول هم نام، قعد من قعد قال بابا أنا جوعان، جوعان وياك سرطان ما يقدر يأكل، شلون جوعان؟ قال جوعان، قال زين، يقول والله أكل وبشهية، بس يقول بدت آثار نعم التغير، يقول الملامح تبين التغير فيه، بس إحنا رجعنا الضحى نعم جيننا إلى الحرم، وإحنا جايين هم شفنا شنو السيد قدامنا، قلت له تعال يا معود سيدنا أنا أبغيك، قال ها شنو إيش صار إياكم؟ قال لي القضية كذا وكذا وكذا، ورجعنا إلى الفندق الآن جايين، قال زين شلون يعني؟ قال لي هذا الوضع، قال لي رحت نعم أخذت القفل، قال لي لا القفل مكانه، قال لي مكفول، قال لي نعم، قال زين المفتاح وين؟ قال لي عندي هاي المفتاح، قال لي روح إلى القفل ولا تفتح بالمفتاح، اسحب بيدك، إذا انسحب في إيدك أنا أضمن لك أن شنو ابنك مشافى، أما إذا أنت سحبت كذي وما انسحب بعد مكفول شو يسحب هذا؟ إذا ما انسحب بعد ما أقدر أنا أسوي لك شيء، مشي راح، يقول رحت نعم إلى الضريح إلى الشباك باب المراد، حطيت إيدي وسحبت نعم سحبة خفيفة فقط، سحبت القفل وإذا القفل بيدي، أنا استبشرت، يقول رحت المرأة أخبرت السيد، قلت له تعال سيد هذا أنا مجرد سحبت القفل إجا بيدي، قال ما فتحته بهذا؟ قال لي لا، قال إن شاء الله ولدك مشافة إن شاء الله، يقول مشيت وأنا في الفندق سيدة اتصلت بأمريكا أنا أبغي شنو أخذ تحليل مني منك كذا تعرف هناك، والمهم عطوني في أسرع وقت، نزلت الكويت مباشرة رحت إلى أمريكا، قلت لهم أبغي تحاليل جديدة على ابني، والتحاليل الأولية شنو موجودة، ترى الشاب موجود بالكويت حي يرزق يعني محل الشاهد، يقول نعم أخذوا فحوصات، الفحص الأول الثاني الثالث الرابع، مش مو مصدقينه 13 فحص نعم يأخذون على الولد، وأنا واقف قال شنو القضية يا جماعة شنو فيه؟ قالوا ما نقدر نتكلم إلا يجي البروفيسور، وين البروفيسور مالكم؟ قال مشكلة مشغول، لكن إحنا أكو حالة عاجلة لازم يجي، راح اتصلوا فيه إجي مباشرة يعني لأن فهموا شنو القضية، جاء قال أنا بعد ما أقتنع خل أنا أخذ تحليل بنفسي، وإلا عادة البروفيسور ما يأخذ تحاليل، هو أشرف عليها، أخذ تحليل الثاني الثالث الرابع 5 تحاليل، قال لي أسألك أنت أي دكتور رحت؟ قال لي شنو القضية؟ قال لي ابنك معافى 100% ما في مرض، ومستحيل أن هذا يعافى، هذا وياه السرطان من رأسه إلى أخمص قدميه، وين الدكتور؟ قال لي أنا رحت إلى إيران وهذه نعم التقارير، رحت المستشفى يعني في إيران، طالع التقارير، قال لا لا شنو هاي التقارير؟ هاي ذبها بالزبالة بالسلة، أبغى الدكتور اللي شافاه. قال أنا صراحة رحت نعم إلى نعم شخص يقال له علي بن موسى الرضا، قال له هذا الطبيب، هذا الطبيب الذي شافى ابنك، أبغي تلفونه الآن، تعطيني تلفونه، هي تعطيني تلفونه، هذا يكون واقعا يحتاج نجيبه أمريكا، هذا ما يتحصل. قال لي لا القضية مو هالشكل دكتور، شنو القضية؟ قال لي هذا كذا، يقول شرحت له ما استوعب، شرحت له مرة ثانية هم ما استوعب، قال شوف الآن أنا ما أنا قادر أستوعب الكلام اللي قاعد تقوله، شنو واحد ميت 1300 سنة وتقول لي شافاه؟ قال لي لكن على كل التقادير أقول لك أن هذا الطبيب لا يوجد مثيله، وعليك التمسك به، طبعا هذا الرجل بعد ما يمكن ما يصير شيعي تشيع، وإذا يرجع الكويت نعم والناس عرفت ببركة علي بن موسى الرضا، أصبح هذا الطفل معافى نعم مشافى تماما، صلوا على محمد. صلى الله عليه وسلم.
هذه عظمة أهل البيت، هذا نوع من التوسل الذي نقول به. وما تقدر أنت تكذب، لأن القضايا مو قضايا طبيعية وعادية، لا، أمور أكبر مما نتصور، وهذا يدلل إلينا عظمة أهل البيت. وإحنا نعم في هذه اللحظات وفي هذا اليوم نتوجه نعم إلى باب الحوائج علي بن موسى الرضا، نقول له سيدي من هذا البلد من شيعتك ومحبيك نتوجه إليك يا مولاي، نعم أن تقضى حوائجنا. أصحاب حوائج اللي أم نعمها فاقدة شاب، اللي أم نعمها ولدها معتقل، واللي أم ولدها جريح، واللي أم زوجها مطارد، فنسأل الله الفرج للمؤمنين بحق مولانا علي بن موسى الرضا. وإذا بالإمام يدخل عليه دعبل الخزاعي، يدخل عليه في يوم من الأيام يسلم عليه، وكان جمع من شيعة الإمام موجودين، قال يا ابن رسول الله أنا كتبت قصيدة آليت على نفسي أن لا أقرأها إلا عليه، إلا لك وأمامك، وأنا شاد الرحال فقط جاي حتى أقف بين يديك وأقرأ هذه القصيدة. ضرب الستر بينه وبين النساء، قال له تفضل، وجاب القصيدة. بكيت لرسم الدار من عرفاتي، وأذريت دمع العين في الوجنات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. وإذا بالإمام يقول الراوي أخذ يقلب كفيه، قال نعم يا دعبل إنها خالية في كتاب نعم مقتل الإمام، يقول حتى وصل إلى هذه الأبيات: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخيد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير والنبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي. يقول الراوي وإذا بالإمام نادى وحسينا ومصيبتا وجدا، آليت الموت أعدمني الحياة، ليتني أكون فداء لجدي الحسين قتيل الطغاة. يا دعبل لقد أخرجت أحزانا كانت في قلبي مكنونة، يعني ذكرتني بمصيبة جدي الحسين. ثم قال أكمل يا دعبل من ضمن ما قال، قال لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الآمن بعد وفاتي. قال آمنك الله يوم الفزع الأكبر يا دعبل أكمل. ثم قال قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. هنا أوقفه الإمام، يقال
فقال نعم يا دعبل، ألا أضيف نعمها بيتين على قصيدتك وبهما تمام القصيدة؟ قال تفضل يا مولاي. وإذا بالإمام نعم أنشد هذين البيتين، ها: وقبرا بطوسين يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغايم والكرباء. قال سيدي ما عهدنا نعم قبر في هذا المكان، طوس ما موجود، قبر من هذا؟ قال يا دعبل هذا قبري، ادفنوا نعم في دار مضيعة، من زارني على بعد مداي عارفا بحقي ضمنت له الجنة. فعلا مرت الأيام والليال، وإذا بالإمام أسقى والمأمون سما قاتلا. آجركم الله، يقول أبصلت. وإذا بالإمام لما نعم دخل السم في جوفه وفي قلبه، وإذا بالإمام يغمى عليه تارة ويفيق أخرى. نظرت إلى الإمام وإذا به يقف مرة ويجلس أخرى من شدة حرارة السم. رحم الله من نادى وإماما. يقول بينما أنا كذلك، وإذا بالغلام صغير دخل علي الدار. قلت أيها الغلام كيف دخلت الدار والباب مغلق؟ قال يا دعبه، قال يا أبا الصالت. يقول ناداني باسمها، نظرت إليه وإذا به يشبه سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا. فقال لي يا أبا الصالت، إن الذي جاء بي من المدينة نعم إلى هنا إلى طوس هو الذي أدخلني إلى هذه الدار وهي مغلقة. نعم يقول رأيته وقد دخل إلى سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا. مجرد أن رأى وهو طفل صغير 7 سنين ضمه إلى صدره، أخذ يقبله وأخذ يشمه. فلما اقتربت الوفاة من الإمام أوصاه بوصايا، وصايا العامة وصايا الخاصة، مواريث النبوة ومواريث الإمامة. ثم أن الإمام قال: بني إذا أنا مت فغسلني وحنطني وصلي علي. وإذا بالإمام عرق جبينه وسكن أنينه. آجركم الله، ومد يديه ورجله وأغمض عينه وقرأ شيئا من الكتاب وضم الجواد إلى صدره. ثم فاضت روحه المقدسة. يستاهل غريب طوس، ها. رحم الله من نادى وإماما. وسيدا ضجت طوس بأهلها المعادون المخالفون وشيعة الإمام، ضجوا ضجة واحدة وإماما. هذا يضرب على رأسه وذاك يلطم على صدره، هذا يبكي وينادي وسيدا. أصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعوين.
لجلب محمد تزلزل يا خلق عرش الجل والاعلام السود منشوره ومدامعهم تسيل اهتزت السبع العليه وبالارض صار انقلاب قام الشبل يغسله والدمع من عينه ما ومدد على المغتسل والماء جاء من السماء بلطفوف حسين جده اتغسل بفيض الدماء هل من مناد واماما والسيدة اليوم نعزي صاحبة العزاء يتعرفوها لولاها صاحبة العزاء أم المصائبها كأني في قبرها حنت وبكيت ونادت وولدا وعليا مكسورة الأضلاع فالراضة حزينة اتناد الرضا ثامن أولادي سامي مدري اش حال ابنهم محمد عقب عينه معلوم قلب ابنه على فرقاه محزون ضاقت على ولادي بلاد الله الوسيعه كل يوم ينصابون بمصيبه وفجاه نصبوا مآتمكم هاي لسان حال الزهراء إلك يا شيعي يا مواليها نصبوا مآتمكم على ولادي يا شيعة خلوا دموع العين فوق الخد مهتو الله يعظم لك أجر يلا نعز الزهراء اليوم ها جميعنا ما نريد واحد يسكتها الله يعظم لك أجار يا ست النساوي فابنك علي مسموم مات وغمض العين احنا يا زهراء بالمدامع نهمل العين وانت على الأولاد يا زهراء حزين هل من مناد وإماما آه يا زهراء آه يا زهراء آه يا زهراء آه يا زهراء إيه هذه ردادياتك آه يا زهراء آه يا زهراء صوتك جزاك الله خير آه آه يا زهراء يا علي مات الرضا وارتجت الفقدة أرض طوس مات الرضا وارتجت الفقدة أرض طوس طلعت الشيعة مفرعة وتلطم على الروس ورجالها تنادي عالي تفداك لنفوس
نسوانها بالدور نصبت العازية وياي، نسوانها بالدور نصبت العازية. آه يا زهرة، آه يا زهرة، صوتك يا علي. الله يعين محمد بهذه المصيبة يا علي. الله يعين محمد بهذه المصيبة، مرة يجي الطوس ويرد مرة الطيبة. سلي العيلة اللي باقت لجلة مريبة، متخوف الغايب جارع كاس المانية، متخوف الغايب جارع كاس المانية. آه يا زهرة، آه آه وويل. فوق انحاني ودع ويحب خده ونحره، فوق انحاني ودع ويحب خده ونحره. لما انقضى نحبه ناهض مكسور ظهره، تولى جهازة وشيع بنفس القبرة، رد للمدينة ينشف دموع الجارية، رد للمدينة ينشف دموع الجارية. آه يا زهرة، آه آه وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. إله انتقم لنا ممن ظلمنا، إله انتقم لنا ممن آذانا، إله انتقم لنا ممن هتك حرماتنا وعاث الفساد في بلادنا. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، أسكنهم فسيح جنتك. اللهم فرج عن جميع إخواننا المعتقلين وأخواتنا المعتقلات فرجا عاجلا قريبا. أخواني الحاضرين، آبائي أمهاتي أخواتي، احفظهم في أهليهم وذويهم فردا فردا من يلوذ بهم. اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، سيما عز هذا البلد وشرف هذا البلد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. اللهم شافه وعافه من مرضه بحق مريض كربلاء زين العابدين. نقرأ الآية لشفائه بوجه خاص ثلاث مرات، جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم شافه وعافه بحق مولانا باب الحوائج علي بن موسى الرضا، إنك على كل شيء قدير. المؤسسون تقبل اللهم عملهم وأعمال جميع المؤمنين والمؤمنات إلى أمواتنا وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان والعلماء والشهداء. نهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة
تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.